بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن نظام الغذائي لتقليص الوزن أو القضاء على السمنة خاصة للبنات. لقد ذكرت سابقا عن أهمية التغذية في القضاء على زيادة الوزن ومحاربة السمنة بصفة عامة. فإن الغذاء أو النظام الغذائي من أهم العناصر، حيث أنه لا يمكن لأي حمية أو ريجيم بمختلف أنواعها أن تكون لها نتيجة وأنت تأكل ما لا تعرفه أو ما لا تعرف ما يحتويه هذا الأكل من سعرات حرارية، من بروتينات، من سكريات، من حمضية، من فيتامينات إلى آخره. يجب أن تكون على الأقل على دراية بالأكل الذي تأكله 90% على الأقل. ومن هنا فإن المرأة عكس الرجل هي أكثر عرضة للسمنة أو زيادة للوزن، وهذا طبيعة لجسمها واختلافه عن الرجل تماما، نتيجة للتغيرات الهرمونية الموجودة في جسمها تقريبا كل شهر، إضافة إلى أن المرأة غالبا ما تكون قليلة الحركة خاصة الماكثة في البيت، وهذا ما يؤدي إلى سوء التغذية لإشباع الفراغ الناتج عن الجلوس في البيت بالأكل. وهنا يكمن عدم التوازن بين الأكل وبين ما تطرحه، إضافة إلى أن المرأة إنها مهووسة باستعمال الأدوية بمختلفها، وهذا ما يؤثر على الجسم هرمونات، خلايا دهنية إلى آخره، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الوزن. ومن هنا أعطيكم بعض النصائح البسيطة والسهلة التطبيق لكي تطبقها أثناء عملية التمارين الرياضية أو خلال حياتك اليومية. ماشي شرط تكون دير سبور، ما ديرش سبور وتطبق هذو الصوالح حاجة مليح بالنسبة لك. حاجة الأولى، يجب شرب الماء، الماء عنصر أساسي في هذه العملية. الحاجة الثانية، الأكل الطبيعي، إذا أمكن الواحد يأكل يبعد على الأكل المعلب والمواسمو ويختار البيو حاجة مليحة. إنقاص أكل اللحم، لي كانت تأكل 3 مرات ولا 4 مرات اللحم في السمانة تبدأ تأكل مرة في السمانة. السمك لا ضرر في ذلك، السمك مليح تأكل 10 أيام نورمال. تحديد الوجبات لجعلها من وجبتين إلى ثلاثة في اليوم كامل. كالي ظلي تأكل، كالي تمشي 10 تأكل، 12 تأكل، تجي 3 تأكل، 5 تأكل، 7 تأكل، تنوض في اللي تأكل. بطلوا هذه الطبيعة، ولازم واحد يأكل باريزوم عنده 2 وجبات إلى 3 لك باغي تنقص الوزن ولك باغي تحافظ على الكور تاعك. الابتعاد عن الوجبات السريعة، يجب قطعها تماما، ليس قطعها تماما وإنما 90% نقصي منها. المثلجات بمختلف أنواعها، ورانا في فصل الصيف، حبس المثلجات ليزيسكيم ولا كريم، كان مثلجات مائية هذيك مليحة، يستحسن أن تأخذي منها أحسن من هذه. من خلال هذا أعطيتكم بعض هذه لمحة قصيرة، وفي الفيديو الجاي حأعطيكم بعض المأكولات والحمضيات والفواكه والخضر اللي وجب أكلها، كيف تطيبوها، كيف تديروا لها يتو. هذه أعطيتكم نصائح مجملة عامة سهلة التطبيق، عندك الماء، الخضر والفواكه، الأكل الطبيعي، نقص أكل اللحم، تأكل السمك معليش، تحديد الوجبات أي أعطيها 3 ولا 2 في النهار. الابتعاد عن الوجبات السريعة، البيتزا والتاكوس وهذوك أعطيكم منهم، المثلجات ليزيسكيم ولا كريم هذوك صوالح ثاني، سيميو عندنا مثلجات مائية مصنوعة بالماء سيتو أن بي شوية سكر. هذه نصائح بسيطة واحد يتبعها وإن شاء الله بربي تكون فيها نتيجة. في الآخر نسيت الصيام، اللي طيق تصوم ولا اللي طيق يصوم باريكزوم تصوم مرة ونهار تفطر، ولا تصوم نهار ويومين تفطر، وكي تصوم عندك وجبة خفيفة مع الحشية على 5 ولا على 6 تكون وجبة موزونة، تطبخ شوية كروم، تطبخ حاجة خفيفة، تاكل خضرة مليح، تاكل فاكهة، حبة تفاح. هذه هي. والسلام عليكم ورحمة الله. والفيديو الجاي نعطيكم بعض الأكلات وبعض الشيء تحتويه من فيتامينات وبروتينات تو، وإن شاء الله أكون ما طولت عليكم وعجبكم الفيديو، وعاونونا بالفيديو ونشروه.